كل التحيه ليك يا كابتن اسلام ولضيوف ملعب الاهلي الكرام، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن محمد حشيش، والكابتن اسامه حسني، ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من هنا من داخل استاد القاهره الدولي، اخر استعدادات فريقي الاهلي والزمالك للمباراه المؤجله من الاسبوع الرابع للدوري العام. يعني نقدر نقول توقفت الامطار عن ملعب استاد القاهره، الملعب والظروف كلها مهيئه لانتظار مباراه ان شاء الله تكون مباراه مميزه ما بين الفريقين. حتى الان كابتن اسلام لم يصل فريق نادي الزمالك الى ارض الملعب او استاد القاهره. كل الاقاويل اللي بتردد في يعني في هذا الصدد ان خلال دقائق هيوصل نادي الزمالك، يعني مش عايزين نخوض في امور. يعني كل الشكر برضو للمسؤولين، سواء في مسؤول استاد القاهره الدولي او المسؤولين في الشرطه او على السهوله المروريه في الاماكن المحيطه تماما باستاد القاهره الدولي اثناء وصولنا او حتى بعد وصولنا. الامور كلها ميسره في انتظار وصول فريق نادي الزمالك. معي في هذه الأثناء سيد اللواء محمد علي مراقب المباراة، هيطلعنا على آخر المستجدات. سيادة اللواء برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، آخر التطورات المباراة، آخر يعني التطورات الأخيرة، الأحاديث اللي تمت خلال الساعات القليلة والدقائق القديمة القليلة اللي فاتت. هو طبعا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بكم. احنا طبعا المباراة كان متحدد لها الساعة 7:30، ولكن للظروف القهرية اللي بالقاهرة والأمطار والتكدسات في الطرق تقرر من الاتحاد وأبلغوني أن تؤجل المباراة لمدة ساعة على أساس أنها تقام الساعة 8:30. الأهلي وصل في ميعاده عادي القديم وبيجري عملية الإحماء في الملعب بقاله فترة، والزمالك ما وصلش. طبعا احنا في انتظار فريق نادي الزمالك على الميعاد اللي تقرر من الاتحاد وابلغوني به انه 8:30. هننتظر الى هذا الميعاد، وطبقا للائحه الميعاد الجديد بتاعي انا 8:30. اذا ما وصلش 8:30 بمنح ثلث ساعه 20 دقيقه طبقا للائحه فرصه للفريقين انهم يستعدوا لهذه المباراه. اذا تاخر عن الثلث ساعه الحكم هيصفر بانتهاء المباراة. سيادة اللواء، انا شايف يعني شايف الناحيه التنظيميه، السهوله ايضا الموجوده هنا في الملعب، اللقاء الملعب مهيئ والظروف مهيئه، اعتقد يعني مش محتاج ان احنا نتكلم او نزيد في هذا الامر، كل الظروف مهيئه لاقامه المباراه وليس هناك ما يمنع لاقامه المباراه. لا، ما فيش اي حاجه تمنع اقامه المباراه، والارض الاستاد مهيئه لاستقبال هذه الامطار، والرجاله بتوع الاستاد من الصبح بيحاولوا يعني يصرفوا الميه، والحمد لله أرض الملعب شافوها الحكام ونزلوا جسوا الملعب وجربوه وقالوا الملعب جاهز لاستقبال المباراة، ما فيش أي مشكلة من ناحية أرضية الملعب، بس يوصل فريق نادي الزمالك وتتخذ الإجراءات لبدء المباراة بإذن الله.